طيب، السلام عليكم. بعتذر عن التأخير، دخلت في اجتماع كده في الكلية وطولوا زيادة عن اللزوم، أنا آسف جدا. زي ما اتفقنا النهاردة إن شاء الله، التارجت بتاعنا النهاردة إن إحنا ناخد الأكتيفيتي أون نود والريسورس ليفلينج، وبعد كده لو قدرنا إن إحنا نحل شوية حاجات على الاتنين دول برضو، وبقية الحاجات اللي إحنا خدناها قبل كده. الاكتيفيتي اون نوت هي عادية خالص. ادي مثلا البروجكت ده هو اشتغل الراجل على الاكتيفيتيز من A ل H، وحط لك الايه سامبلز بتاعت الاكتيفيتيز. لو جيت حضرتك بصيت، مش مهم الديسكريبشن، يعني هو هنا مديك الديسكريبشن زيادة، هو بيعمل في كل حاجة ايه، ايه ما فيش له بريدسيسور، بي ملوش بريدسيسور، وهكذا بقيه الايه البريدسيسورز كملت. هنا كان بيناقش فكره ادي الاكتيفيتي اون نود. طيب تعال نشوف الاكتيفيتي اون نود. الحقيقه احنا بنمثل الاكتيفيتي بنود وليس ب ارو. فعندي بيبقى الاكتيفيتي كده ايه، وممكن نرسم خط وهنشوف شكل تاني كمان شوية، وبنكتب هنا التايم. يعني مثلا هو هنا كتب ايه، ده بياخد 2 ويكس مثلا او 2 مانثز ولا وات ايفر، فهيجي هنا هنكتب 2 وهكذا. طيب تعالوا نشوف احنا حاجة زي كده بنبتدي نعملها ازاي. يعني هو عنده ايه وبي ليس لهم بريدسيسور، خلي بالك ايه وبي ليس لهم بريدسيسور. فراح عمل، دايما لازم تعمل انت من عندك دامي نود بتسميها ستارت، ودامي نود هتسميها فينش. كل اكتيفيتيز البروجكت هتبدا بعد هذه الستارت نود، وكل اكتيفيتيز دي هتبتدي بعد الايه الفينش. الستارت نود ساعات او في اغلب الاعم هنكتبها كده ستارت زيرو، ان التايم ده التايم ايه زيرو. تعال نشوف، قال لك ان ادي الستارت نود وراهم الاي والبي، ماشي كويس قوي. طب وبعدين نرجع السي، لو عملنا بقى بلون تاني عشان يبقى سهل، السي بريدسيسور بتاعه اي والدي بي، اهو حط السي وطلع ارو من الاي من نهايه الاي، حط السي حط البي تحت اهو وطلع ارو منه، راح ابتدى الدي. هتلاحظ هنا ايه بقى، قال لك اي واف بعد السي، الاثنين بعد السي. فعلا ادي السي طلع الاي والاف، بس بصراحه هو هنا انا في رايي ان هنا غلطه غلطه، كان المفروض ان هو يطلع كده. يعني الارو اللي مرسوم ده، خلي بالكم الارو ده ممكن ما يكونش دقيق قوي. ليه؟ هنفهم كمان شويه ليه. الارو ده برضو نفس الحدوته، الارو ده كان المفروض يطلع كده، فهتلاقي ان هذه الارز ليست تتمتع. ايه الاثنين ارو دول؟ هو هنا استسهل بس عشان السلايد، فرسم بايه بالمنظر ده، وانا متعمد ان انا اسيبها زي ما انا واخدها من السلايدز بتاعت الكتاب، متعمد اسيبها كده عشان نفهم الفكره اللي وراهم ايه. جه بعد كده قال لك ان الجي بعد الجي البريدسيسور بتاع الدي والاي، فعلا ادي الدي اهو جاي من هنا، وادي الاي جاي من فوق، وفعلا الاثنين دخلوا اهم، ورسم الجي بعديهم. قال لك ان الاتش بيعتمد على كل من الاف وال، برضه كان لازم يجي كده الاف والجي. ادي الاتش خلصت، ما بيسيبهاش طايره كده في الاخر، لا بيبتدي ان هو يعمل لها ايه فينش نوت. انا كان بيتكلم على الفكره بتاعت الـ قلناها المره اللي فاتت، البيتا بروبابيلتي ديستريبيوشن بتاع البيرت، وادي ادى نفس الاكزامبل، ادى الازمنه بتاعته بالبيرت، وحسب ادي الستاندرد ديفيشن بتاع كل واحد. يعني ده كمثال محلول كامل من الاول للبيرت، كويس. ف
فجاب هنا الاكسبكتد تايم، هنا اهو الاي تي ده هو الاكسبكتد تايم اللي احنا سميناه تي اي، وادي السيجما الفارينس، السيجما سكوير ده الفارينس، فانت لو عايز تجيب السيجما هتاخد سكوير روت الكلام ده، بس احنا ايه بنحتاج الفارينس اكتر. بص بقى لما جه يرسم الاكتيفيتي اون نود تاني، هي هي نفس الاكتيفيتي اون نود اللي فاتت، بس لازم يدي لك يعني هي هي اللي فاتت بالظبط، بس لازم يدي لك شويه معلومات اضافيه. كويس. الحقيقه ده شكل من الاشكال اللي بيتبع في النوتس، من اشكال النوتس، فهو هيبتدي هنا يقول لك ايه، والله ما ده مثلا اكتيفيتي ايه الايرليست ستارت بتاعته زيرو. كويس. فلو هو ابتدى في الايرليست ستارت زيرو يبقى الليت، هي طبعا هنا دي الايرلي فينش مش الليت فينش، دي انا اللي كاتبها انا اللي غلطان فيها. الايرلي فينش هتبقى 2، يبقى الاكتيفيتي اللي بعديه الايرلي ستارت بتاعته هتبقى 2، والليت فينش بتاعته او الايرلي فينش بتاعته هتبقى 4. فانت ماشي عمال تكتب هنا مثلا ده البي هيبقى الايرلي ستارت بتاعته 3 والايرلي فينش بتاعته، سوري الايرلي ستارت بتاعته 0 والايرلي فينش 3، 4 هيبقى 3، دي ده هيبقى 3 والايرلي فينش بتاعه هيبقى 6 وهكذا. فهو هنا ابتدى يحط الاكتيفيتيز زي ما انتم شايفين اهو، قال لك ده 2 هيبتدي زي ما احنا قلنا 0 2 وهيخلص في 2، يبقى اللي وراه هيبتدي في 2 يخلص في 4، ده جاي له من فوق هنا 4 4 و 4 8، من هنا 4 هيخلص في 7، اللي تحت 3 3 هيبتدي في دي هيبتدي في 3 هيخلص في 6، ده بقى جاي له من فوق هنا 8، يعني شوف اكتيفيتي جي الايرلي ستارت جاي له من ناحيه اي 8 لكن من ناحيه دي 6، فعشان كده هو هيبتدي في اي 8 وزمنه 5 هيبقى 13. نفس الحدوت اتش جاي له من فوق 7 لان اف الايرلي فينش بتاعه 7 وهو جاي له من تحت من هنا 13، فهناخد الرقم الاكبر ال 13 وهو 2 15، يبقى الفينش بتاع المشروع ده في 15 اسبوع. تمام. حد عنده سؤال حتى الان؟ نرجع بقى بالراجع الليت ستارت بقى والليت فينش، ما احنا نقدر نعملها بقى خلاص، هو طالما المشروع نهايته 15 يبقى اخر وقت اتش ده يخلص فيه 15، يبقى الليت فينش بتاعته اسف الليت ستارت بتاعته هتبقى 13. لو الليت ستارت بتاعته 13 يبقى الليت فينش بتاعت اف 13، ويبقى الليت ستارت بتاعت الاف 10، بينما هنا دي هتبقى 13 ناقص 5 هتبقى ايه 8. يبقى دي عندك هنا 8 هتبقى 4، وعندك هنا دي 8 هتبقى 8 ناقص 3 هتبقى 5، 5 2. عندك الناحية التانية دي فوق هتبقى 4 ناقص 2 هتبقى 2، دي هتبقى 2، 2 ناقص 2 0. فتقدر بمنتهى البساطة تقول لي ادي الايه الكريتيكال باث بتاعه اللي هم تساوى الايرلي ستارت والايرلي فينش والليت فينش او الليت ستارت او الايرلي فينش والليت فينش مع بعض، ادي تساوى الايه الاثنين مع بعض. طيب لو مسحناهم بقى ده الكلام ده كله، ادي السلايد طلع لك نفس الارقام اللي احنا قلناهم، وفعلا قال ان هو ده الايه الكريتيكال باث بتاعنا. يبقى الكريتيكال باث بتاعنا هو اي سي اي جي اتش، ادي الكريتيكال باث والكومبليشن 15 اسبوع او 15 يوم. طيب تعال نشوف الحقيقه في شكل تاني للنوت، وهتلاقي الشكل التاني بتاع النوت ده هو من الأشكال المتداولة بشكل كبير، والحقيقة يعني بنفضل إن احنا نشتغل.
نرسم النود بالمنظر ده. المنظر ده لما تيجي تشوف ان احنا في 8 معلومات عايزين نكتبهم في النود. ايه بقى الثمان معلومات دول؟ هنا مثلا الاكتيفيتي، وهنا التايم بتاعه، كويس، هنا الايرلي ستارت، وهنا الايرلي فينش، وهنا الليت ستارت والليت فينش، كويس. طب الاثنين الفاضيين دول ايه؟ الاثنين الفاضيين احنا مش هن... احنا هنشتغل على واحده في ميه والثانيه مش هنشتغل عليها كتير. هنا الكوست سواء كان نورمال او كراشت، يعني لو انت سايبه نورمال هتكتب الكوست النورمال، لو سايبه كراشت هتكتب الكوست كراشت. وهنا الريسورسز دي هنجي لها كمان شويه وهنتكلم فيها غالبا برضو ايه، ونشوف هنعمل فيها ايه. فده شكل اخر للنود. الشكل ده الحقيقه المايكروسوفت بروجكت بيشتغل بيه، يعني هو بيطلع لك وبيشتغل اكتيفيتي النود وبيرسم لك الاكتيفيتي النود بالايه بالمنظر ده الحقيقه. ادي زي ما قلت لك هو علم اهو على الكريتيكال باث بتاعه. ها حد عنده سؤال؟ السلام عليكم، ازي حضرتك يا وعليكم دكتور؟ السلام، اتفضل. مع حضرتك احمد حمدي. انا بس عندي سؤال، بس هو مش في النقطه دي مفهومه تماما يعني. انا كان عندي سؤال بس على الفاينل. لا طب خليه في الاخر، اوكي يعني ماشي يا خليه في دكتور، الاخر. تمام. لو جينا بصينا، هو هنا علم قال لك مين الكريتيكال باث، وحسب كمان الايه السلاك بتاع كل ايه اكتيفيتي. هنا دخل بقى بحسب الستاندرد ديفيجن بتاع حسب الستاندرد ديفيجن بتاعه بتاع البروجكت، عارف يحسبه، ما هو عنده هنا الستاندرد ديفيجن كان حاسبه في الاول، يعني مش هرجع كل ده، وحط رقم قال لك طب لو 16 اقل من 16 هيبقى كام، وفعلا راح حاسب الزد بتاعته، طلعت الزد بتاعته الرقم ده، دخل وكشف على الزد في الجدول زي ما شفنا، طلعت ان المساحه دي هي ال 71%، احتمال 71% ان هو يبقى اقل من الايه ده، عشان هو كان ستوكاستيك تايم، يعني بيتا ديستريبيوشن تايم. فادي هو بيصمت الموضوع ان الاكسبكتد كومبليشن تايم 15، هنا 71% من 16 يوم او اقل، الاكتيفيتيز الكريتيكال هي دي، النون كريتيكال هم دول، واداك الايه الستارت والفينش بتاعت كل ايه اكتيفيتي. هو كده عمل اللي هو عايز يوصل. في نقطه بقى، ادي الجانت تشارت، برضو رسم الجانت تشارت. الجانت تشارت هنا بتترسم على الاكسبكتد تايمز، يعني الجانت تشارت دي مرسومه على الاكسبكتد تايمز اللي ايه بتاعت الاكتيفيتي، لان ده بيرت سوري ده ستوكاستيك تايم، فلازم بيرت، فلازم تترسم على الايه الاكسبكتد تايم. هنا برضو نراجع بسرعه كده، قال لك والله ده التوتال بادجت كوست، ده البادجتد كوست، وعمل كراشنج، يعني ده كانت البادجت الاساسيه وهو عمل كراشنج بازمنه معينه. خلي بالك هنا بقى بيقول لك ايه، هنا البادجت كوست دي لو هو بيرسم حاجه كده في البادجت كوست، يعني الاكتيفيتي هو بيجي يعمل ايه، دي من الحاجات المهمه، بس للاسف من الحاجات مهمه جدا في البروجكت مانجمنت، بس ما فيش وقت خالص ان احنا نتكلم فيها اصلا، بس ايه هنا فرصه كويسه ان احنا نعرف. ندي فكره، يعني ندي فكره كده اويرنس عنها. تعال نرجع للجانت تشارت. بص انا في الاسبوع الاولاني، لو دول ويكس، يعني انا في الاسبوع الاولاني عندي تو اكتيفيتيز شغالين، اكتيفيتي A وبي. لو جيت مسكت اسبوع زي الاسبوع الخامس عندي ثلاثه اكتيفيتيز شغالين، دي واي واف وهكذا. في الاسابيع اللي في الاخر دي هو اكتيفيتي واحد اللي شغال. طيب هي تكلفه دي واي واف في الاسبوع كام؟ تكلفتهم عليا في الاسبوع كام؟ ادي دي واي واف، ده بيكلفني 12000، ده 14000، ده 10000، ده ايه؟ كوست بير ويك، كوست بير ويك، كويس؟ طيب
فقال لك انت لو شغال الثلاثة دول مع بعض يبقى هتدفع $36,000 في الأسبوع لو الثلاثة دول اشتغلوا مع بعض. تاني، لو الثلاثة دول اشتغلوا مع بعض هتدفع $36,000 في الأسبوع. تعالى نرجع هنا، احنا قلنا الأسبوع الخامس، هو طبعا هنا ضارب في فاكتور أو يعني كان في صفر متاكل، هتلاقي إن أنت هنا في الأسبوع الخامس، نرجع بقى للجانت شارت معلش، في الأسبوع الخامس ده أنا دافع هنا $36,000، والأسبوع السادس نفس القصة دافع ستة لأن دي تكلفة في الأسبوع، $36,000 برضو إيه ألف، والأسبوع السابع $36,000. لما تيجي تبص على اتش مثلا في الأسبوع الخمستاشر، طب اتش ده ب 8000، يبقى أنا دافع هنا 8000. طب A و B بكام؟ لو نيجي نبص على A ب... A سوري A و B، A و B ب 10 و 11، يبقى أنا دافع هنا 21 ودافع هنا 21، ألاقي إن الكوست بتاعتي في الأسبوع اللي أنا بدفعها طالعة نازلة كده، ده مش كويس، إن هي تبقى طالعة نازلة ده مش كويس. احنا بنحاول نعمل ما نسميه كاش فلو ليفلنج، انا عايز التغير في الكاش فلو من اسبوع لاسبوع يكون اقل ما يمكن قدر الامكان، قدر الامكان، يعني ساعات ما بعرفش، ساعات انا متطلب كده. فهو هنا شغال على الايرلي ستارت، طب ما ترحل شويه اكتيفيتيز، يعني هل مثلا دي واي واف دول كانوا كريتيكال اكتيفيتيز؟ تعالى نرجع معلش نرجع شويه، دي مش كريتيكال، طب ما نرحله شويه، هو ليه شغال على الايرلي ستارت دي؟ ده هو الليت ستارت بتاعته كام؟ اعتقد الليت ستارت بتاعته كانت، معلش انا نسيت، الليت ستارت بتاعت الدي كانت 5، طب ما نرجعه كده ايه، اقول له والله يا دي بدل ما تشتغل في 4 اشتغل ايه في 5، مش هيفرق معايا حاجه، برضو الاسبوعين الزحمه دول انا عندي هنا اسبوعين زحمه في دفع الفلوس او التلات اسابيع دول، لو انا خليته يبتدي هنا دي، ما اعرفش انتوا شايفين معايا كويس ولا لا، بس انا لو خليت دي يبتدي هنا، طب ما هو هيخلص هنا برضو، التلات اسابيع الزحمه دول في دفع الفلوس فضلوا تلات اسابيع زحمه، وعندي اي واف كريتيكال ما اقدرش احركهم، اي واف كريتيكال لا لازم واحد منهم ما يبقاش كريتيكال، دول بارل، اف مش كريتيكال، والليت ستارت بتاعته 10، يعني اف ما طلعش كريتيكال اهو والليت ستارت بتاعته 10، فانا ممكن اكتيفيتي اف ده اقول له لا بص بقى انت ما تبتديليش هنا وهتبتدي لي من اول هنا، تاخد هو بياخد 3 باين 9 و10 و11، يبقى اف ايه اعمله هنا، وهنا فضيت دول، يبقى انا هقلل الكاش اللي بدفعه هنا وهظبط شويه من الكاش بتاعي، لان في اثناء ال 9 و10 و11 دول عندي اكتيفيتي واحد بس اللي هو جي هو اللي شغال. شغلانه الريسورس دي هناخدها، يعني التفكير طريقه التفكير دي هناخدها اكتر في الريسورس ليفلنج الحقيقه، بس هنا في الكاش فلو بيزيد عليها حاجه، يعني انا هنا بصيت لها من وجهه نظر الريسورس ليفلنج زي ما هنشوف كمان شويه. هنا هيزيد عليها يعني في الكاش فلو بيزيد عليها حاجه، ايه الحاجه اللي بتزيد عليها في الكاش فلو؟ بيزيد عليها التايم فاليو اوف ماني، يعني انا لو اخرت الدفع وانا المايلستونز اللي انا هيجي لي هقبض فيها امتى؟ ما انا بقبض هنا مثلا مبلغ، طب هقبض فين؟ لو انا هقبض هنا يبقى اخر الاكتيفيتي ده في البلان بتاعتي احسن، عشان انا كده حملت الجزء ده على الكاش اللي انا قبضته هنا. فليها علاقه في لها حسب التايم فاليو اوف ماني بقى البريزنت وورث او الانوال وورث او وات ايفر، طبعا احنا بنحسبها عاده بالبريزنت والفيوتشر وورث عشان نعرف انهون احسن للكاش فلو بتاع المشروع. طبعا تظبط دي الريسورس ليفلنج اللي احنا هناخدها من شويه هتضرب منك زي ما هنشوف. ها مين عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال؟ طيب نكمل. يبقى هنا حسب الكوست والكوست بير ويك،
وقال لك والله بص هو هنا عمل اكزرسايز، قال لك في الاخر نفس الكوست هتدفع، هتدفع يعني، ما احنا فاهمين الكلام ده، بس قال لك انت لو عملت على الايرلي ستارت والليت ستارت شايف هنا زدت بسرعه بسرعه بسرعه، وبعدين هنا ابتديت تقل شويه، بينما ان انت هنا ايه بتزيد بالراحه وزدت في الاخر ايه الى حد ما بسرعه شويه، يعني في الاخر هتوصل الى نفس التوتال كوست، لازم توصل لنفس التوتال كوست. هنا عاملها اكيميليتيف بالمناسبه، يعني بيجمع كوست الاسبوع الاولاني يجمع عليها الثاني يجمع عليها الثالث يجمع عليها الرابع، يعني في كلتا الحالتين لازم توصل للرقم النهائي اللي هو 3308000. برضو دي الـ 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 الفكره بتاعت الكنترول، احد عوامل الكنترول على البادجت بتاعتك ازاي. قال لك انت والله لازم يبقى عندك ريبورت زي كده بيطلع كل فتره في المشروع، طبعا على حسب الـ 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 على حسب المشروع وعلى حسب وقته. فمثلا اكتيفيتي ايه ده كان، اكتيفيتي ايه ده كان المفروض ان هو 22000 دولار. انا جيت ات سيرتن بوينت ان تايم، يعني في وقت ما قبل مايلستون معين، هو نفذت منه 100%، فالفاليو اللي المفروض تكون اتدفعت فاليو اوف ورك كومبليتد، ده اللي المفروض الايه قيمه الشغل اللي انا هحاسب عليه، المفروض تكون الرقم ده 22 زي الايه البادجت، البادجت ده اللي انا حطيته في حسابي في الاول. طب الاكشوال اللي اتدفع كام؟ 20، يبقى في فرق 2، في فرق 2. طب روح على الاكتيفيتي اللي بعديه 30000، ده البادجت اللي انا مقدر ليه 30000، 100% خلص، فالمفروض ان يكون ايه المفروض يكون اللي اتدفع 30000، بس الاكشوال اللي اتدفع كام؟ الاكشوال اللي اتدفع 36. فانا عندي هنا دافع، ما مش عارف بقى باين ولا لا، انا عملت بالاحمر مش عارف ليه، دافع هنا زياده، دافع هنا 6، الستة دول ممكن يكون ان هم فيهم ايه شيء زيادة، وهكذا. هنا ده كان 26 دفعت فعلا 26. نيجي بقى لدي 48000 الكوست بتاعته، بس انا خلصت منه 10% بس. احنا كل شغلنا بنفرض ان تكلفة الاكتيفيتي متوزعة لينير على زمن الاكتيفيتي. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده مهم جدا. يعني ادي الاكتيفيتي دي انا فرضت ان زمنه قد كده، يبقى التكلفه بتاعته ثابته في الاسبوع، ده التكلفه الاسبوعيه. يعني هو مثلا هياخد ايه 12 يوم، يبقى كل يوم بدفع 4000 دولار، كل يوم بدفع 4000 دولار مثلا. هياخد 6 ايام، يبقى كل يوم بدفع، ولا 7 ايام، كل يوم بدفع 7000 دولار، كل يوم بدفع 7000 دولار، وهكذا. فعشان كده قدر لما قال ان 10% من الاكتيفيتي، يبقى المفروض اللي اتدفع عشر تمن الاكتيفيتي. لقينا ان انا دفعت 6000، يبقى عندي زياده دافعها 1000 ومش عارف، وكمل بقى هنا دافع 8000 زياده، هنا دافع 2000 اقل، وجمع. قال لك الاوفر ران بتاعي هذا الرقم غايه في الاهميه. الرقم ده بيقول للبروجكت مانجر، يا بروجكت مانجر خلي بالك انت المشروع بتاعك بيخسر. يعني ايه؟ احنا كان المفروض رصدين له 308000 جنيه دولار، اسف، انت بالمنظر ده هتدفعنا لو كملت الباقي كله من غير زيادات هندفع 320000. طب لو انا بنفذ المشروع ده لحد، لو انا اللي بنفذ المشروع ده لحد وبقبض منه، انا ممكن اكون متعاقد على، لان هو 15 اسبوع، فممكن اكون متعاقد على 330000،
وعامل حسابي هكسب 22000 دولار في الوقت ده. لما انت البروجكت مانجر، لان دي مسؤوليه البروجكت مانجر، لما البروجكت مانجر الكوست هتخرم منه بالطريقه دي، لا هيبقى عنده مشكله، هيبقى عنده ايه مشكله، ان عنده اوفر كوست موجود عنده. تمام، فعشان كده بنقول لا، ان هنا هو الراجل لازم يكون فيه المايلستونز اللي بيراقب فيها عشان يقدر يعرف هو فين من ناحية التكلفة، هو فين من ناحية التايم، يعني التايم بتاعه كويس ولا هو التايم بتاعه كده ايه ابتدى يتأخر وابتدى ان هو يدخل فيه وقت كتير يعني عن زمن انتهاء المشروع. فده واحد من المونيتورينج المهم جدا اللي بيحصل للكوست، ولازم بيتم كل فترة في المشروع. يعني احنا اي مشروع لازم بيكون فيه على الاقل، خلي بالكم، على الاقل 2 مايلستونز، واحدة في نصه واحدة قرب تسليمه قرب نهايته، عشان ده الختامي هيبقى بتاع المشروع. كويس، فلازم يكون عندي التو مايلستونز دي. في بعض المشاريع مثلا اللي بتقعد سنتين او ثلاثة يقول لك انت لازم تعمل الريبورت ده وتسلمه للإدارة كل 3 شهور، في بعض الشركات يقول لك لا كل شهرين، في يقول لك كل 6 شهور، كل 4 شهور، واتيفر كانت البوليسي بتاعه الايه الشركه. طيب احنا قلنا دايما في كلامنا انا هتبنى فكره ان انا بعمل مشروع داخلي جوه الشركه، يعني انا عايز اقول دي اسوأ بقى كمان. ليه؟ انا طلبت ميزانيه من الشركه 308000 عشان اعمل حاجه معينه والميزانيه هتخرم مني، يبقى انا اللي ما عرفتش اظبط الميزانيه بتاعتي. دي في وش 100% في وش، لان انا كبروجكت مانجر لو انا بنفذ مشروع، لو انا مقاول وبنفذ مشروع لحد المالك، في ضغوط اللي مضى، ممكن ما اكونش انا كبروجكت مانجر انا اللي مضيت العقد وانا اللي ايه اللي اتفقت على الكلام ده، فبيبقى في مخارج كده ومش عارف ايه، لكن انا اللي طالب ميزانيه، ولما اجي اطلب زياده بقى شوف بقى البهدلة اللي الواحد بيتبهدلها لما بيجي يطلب زيادة في ميزانية المشروع عشان يخلص. ولو العملية فتحت ال 12 ده لسه، أنا هنا في وسط المشروع، ممكن على آخر المشروع ال 12 دول يبقوا 42، فطبعا هتبقى مشكلة إيه كبيرة لو هي ابتدت تزيد عن كده. ها مين عنده سؤال؟ تعالوا احنا كده هنستوب الشير ده، تعالوا نعمل ايه، ناخد اكزامبل على اكتيفيتي، لان في حته جزئيه لسه عايزين نشرحها في برضو الاكتيفيتي والنود، ونمشي ايدينا برضو زي ما تعودنا على الاكتيفيتي والنود. هناخد بقى بروجكتس صغيره شويه عشان ايه الفكره واضحه وسهله. كان في حد سالني مره في الاول خالص، هو end to end ولا start to end ولا ايه ظروفه؟ جه الوقت ان احنا يمكن نتكلم في الجزئيه دي بشكل او بايه او باخر. يعني هنشوف دلوقتي قصدنا بيها ايه. نكتب بس ايه البروجكت كالعاده، predecessor
طيب عندي ستارت طبعا ستارت نوت لازم ان احنا نبتدي ايه عندك A و B دول ادي ايه زي ما اتفقنا كده ادي ايه وايه خمسة وادي الايه التايمز التانية اللي احنا عايزين ايه نشتغل عليها وادي بي وبي 8 طبعا اكيد ده زيرو الايرلي ده زيرو هعمل الاروس كلها بلون تاني عشان بس ايه تبقوا متخيلين ادي الستارت بتاع الايه التو اكتيفيتيز جه بعد كده قال لك والله عندك سي بعد الايه ماشي يا عم ادي سي سي زمانها ستة طبعا انا عشان ما عنديش لا كوست ولا ريسورسز فوسعت شويه في الايه في البلوكس بتاعت الايرلي ستارت والليت ستارت بعدين قال لك دي ماشي دي قال لك والله بعد السي كل من السي و البي ارسم انا الدي كده كان ممكن ارسمها في مكان تاني بس تبقى الطف بس انا هرسمها بالمنظر والدي 10 وقال لك والله ان الدي ده بعد السي بص بقى هنا ده نعملها بلون تاني برضه عشان تبقوا واخدين بالكم هنا ده اند وده السايد ده اللي ستارت لما بيكتب كده العلاقة اللي كانت مكتوبة هنا عندنا دي start يعني ايه start يعني عايز يقول ان الستارت بتاع الاكتيفيتي ده يبدأ من الاند بتاعة الاكتيفيتي ده فدي بنسميها start to end او end to start actually لان السهم بيطلع ايه السهم بيطلع كده فدي بنسميها end to start فادي الاكتيفيتي انا هعمله بلون مختلف يعني عن الباقيين ادي الاكتيفيتي ده بالمنظر ده كده ادي الستارت وادي الايه الان فهو قال لك ان الدي يبدا بنهايه السي اهي اتمثلت ونهايه البي اهو بادي الستارت واند ايه بتاعنا اهو كويس طيب بالمرة بقى قال لك ان الاي خلي بالك بقى من النقطة دي ادي الاي اهو وزمن 4 قال لك ان الاي يبدأ بنهاية 75 اي سوري بنهاية 40% من الدي الاي يبدأ بنهاية 40% من الدي طب اذا كان هنا ده الاند يبقى هنا ده 100% وده الستارت يبقى ده 0% يبقى ال 40% هتطلع حاجة هنا كده ويروح للستارت بتاعتك
مش طبعا عشان بس ما تعطش تتريق عليا زي لما فده يبدا بالستارت بتاعت او يبدا ب الستارت 40% من الايه من ال انا جبت من ياتي بعد كده اف فالاف اهو اف 3 وادي الاربعه بتوع الاف وادي الايه السهم اللي من ايه اند بتاع الدي للستارت بتاع الاف لازم يكون عندي في النهايه اند نوت سوري اند نوت ده ملوش ما راحش لحد فلازم اوديه كده للاند وده لازم اوديه كده كمان كل الاندز بتاعت الاكتيفيتيز اللي ما لهاش حاجه او ما راحتش الاكتيفيتي تاني لازم تروح للاند نود بتاعت الايه الاوفرول اكتيفيتيز الباقي بقى شغل سهل جدا في حد الاول الريليشنز اللي احنا رسمناها متلخبط فيها او مش فاهم حاجه فيها او حاجه مش واضحه انا مش عارف انا سوري نشتغل بقى على الايرليست الاي ايرليست 0 يبقى 5 البي 8 0 يخلص في 8 ده الايرليست اللي فوق دايما الايرليست السي هيبتدي في 5 يبقى 5 وهو 6 يبقى 11 الدي جاي له من فوق 11 ومن تحت 8 يعني جاي له بص من هنا فين السبوت لايت اهو جاي له من هنا 11 وجاي له من تحت هنا 8 ادي 8 جاي له من هنا و11 جاي له من فوق طالما جاي له الاثنين واحنا بناخد الايرليست هناخد الاكبر يبقى 11 وهو 10 يبقى 21 طب الاي الاي خلي بالك 40% دي يعني 4 من ال 10 دول يعني هنا جاي 15 الايرليست 4 15 دي جت منين؟ 11 زائد 4 هي ال 11 زائد ال 4 فهنا بقت 15 15 و4 بقت 19 خلي بالكم الحته دي بتاعت ال 40% دي هي دي اللي فيها تكه تلخبطه سن تمام طيب في الاخر جاي له من هنا 21 وجاي له من هنا 19 هيبقى من هنا ايه 21 21 و3 24 يبقى ده بيخلص في 24 ويك. لازم نعمل الراجع عشان نعرف مين الايه مين الكريتيكال باث ده طبعا 24 24 ناقص 3 هتبقى 21 هيبقى جاي له هنا 21 وجاي له هنا 21 ده 21 بص بقى لازم تتحسب كده 21 ناقص 4 يبقى 17 يبقى جاي له من هنا كده 17 17 ناقص 4 13 بينما 21 ناقص 10 11 يعني جاي له من هنا 17 ناقص 4 ال 4 مين اللي هم دول ال 40% وجاي له من هنا 21 ناقص 10 العادية بتاعته فهيطلع ايه 11 أصغر فهاخد ال 11 فده هيبقى 11 ده هيبقى 5 ده هيبقى 5 هيبقى 0 ده هيبقى 11 هيبقى 3 طبعا واضح ان الكريتيكال باث A C D F ها مين عنده سؤال؟ حاجة خالص صراحة ايه ده؟ مين عنده سؤال؟ هو دكتور ال 15 ضربنا ال 21 في 40% صح كده؟ لا مش ضربنا ال 21 في 40% ال 15 ال 15 جت منين؟ احنا ضربنا ال 10 دي في 40% كويس فلما ضربنا ال 10 دي في 40% فال 15 اللي هنا دي نجيب السبوت لايت احسن
فال 15 اللي هنا دي اللي انت بتسأل عليها محمود، ما مش كده؟ ايوه يا دكتور، اللي هي بالظبط ال 15 دي جايه منين؟ هي ال 11 دي زائد 40% من الزمن ده اللي هو ال 10. تاني، هي ال 11 دي، ما انا بقول هو هيبتدي عند، سوري، هي ال 11 اللي فوق، ال 11 دي زائد 40% من الزمن، ما انا قلت هيبتدي عند 40% من انتهاء، عند انتهاء 40% من الدي. طب الدي لو ابتدى عند 11، ال 40% بتوعه هينتهوا امتى؟ طب ال 40% من الدي نفسه كام؟ الدي 10، يبقى ال 40% بتوعه 4. يبقى هو لو ابتدى عند 11 يبقى هينتهي عند ال 40% دول، هينتهوا عند 15. فمش ممكن اي يبدا قبل ال 15، لان بانتهاء الاسبوع ال 15 يبقى دي ده المفروض انتهى منه 40%. تمام يا محمود؟ تمام يا دكتور، تمام. انا ما بصدق حد يسالني. دكتور، واحنا شغالين على الايرلي ولا الليت دلوقتي؟ بص، كل الارقام اللي فوق دي ايرلي، ايرلي ستارت ايرلي فينش، ايرلي ستارت ايرلي فينش، ايرلي ستارت ايرلي فينش. كل الارقام اللي تحت دي ليت، عشان كده احنا قعدنا نشتغل ارقام اللي فوق الاول لحد ما وصلت للاند وعرفت ان الكومبليشن 24، قمت حاطط ال 24 هنا وابتديت اطرح عشان اجيب الليت. فالليت الاكتيفيتيز اللي هي A C D F دول كريتيكال، فالايرلي ايكوال الليت. لكن بص على B و E، لا، الايرلي مش ايكوال الليت، فيهم سلاك، دي فيها سلاك 3 ودي فيها سلاك 1. تمام يا دكتور، تمام. مين تاني عايز يسأل على حاجة؟ طيب تعال نشوف عايزين نقول ايه تاني. ناخد اكزامبل تاني اسهل. يا ريت يا دكتور ناخد اكزامبل تاني اسهل شوية، لان حته ال 40% دي انا بس حبيت اقولها لان انا اتسالت عليها، يعني انا مش هلزمكم بيها الحقيقه، لكن ان انا كنت اتسالت في وقت من الاوقات، حد سالني قال لي ده انت ستارت ولا لا. فهذه الفكره، ان انا ساعات باجي اكتيفيتي، يعني سوري قبل ما ناخد اكزامبل نقولها حاجه كده، ساعات يجي يقول لك مثلا اكتيفيتي A and B start together. اتنين activities بresources مختلفة بحاجات، بس لازم يبتدوا مع بعض. فلازم اعمل لهم activity قبليهم يخلي الاتنين ايه، sorry ايه اللي انا بعمله. فبنيجي نمثلها ازاي؟ هنقوم كاتبين activity A هنا و B هنا، ونعمل علاقة كده ما بين الاتنين. لما تشوف العلاقه دي يبقى الاثنين ستارت توجذر، خلاص الاثنين لازم تضم، لازم الارقام الايرلي ستارت والليت ستارت يبقوا زي بعض، الفينش كل واحد يمشي في سكته. دي حاجه ساعات بتكون موجوده. خلي بالكم انا بقول لكم يعني بس عشان الناس ما تتخضش، انا عارف ان لما الفاينل بيقرب الناس بتفكر في الفاينل اكتر ما بتفكر في التاده. انا بشرح لكم كيسز دلوقتي مش هطالبكم بيها في الفاينل، عشان بس ايه، بس انا بفتح الكلام كده. يعني في مثلا يجي يقول لك ايه، الحاله الثانيه اللي احنا شفناها زي دلوقتي، ان يقول لك ادي ايه وادي بي، ويقول لك بي ستارت افتر 50% اوف ايه، فلازم ان انا اخد كده من النص 50% واوديه يروح ريستارت. بنحسبها ازاي؟ بشوف الزمن بتاع ايه كام، 10 يبقى هو مر 5. كاني قسمت ايه ده لاثنين اكتيفيتيز، واحد اسمه A1 زمنه 5، وواحد اسمه A2 ده زمنه 5، والبي طلعت من هنا.
لو انا شغال على فكره احنا بنعملها كده لو هي اكتيفيتي اون ارض بقسم الايه الاثنين اكتيفيتيز واشتغل كويس. فدي حاجه من الحاجات اللي ممكن تكون برضو ايه موجوده. انا همسح عشان انا بسيف الحاجات دي في الاخر وبعتها لكم، فمش عايزكم ان انتوا ايه تتلخبطوا، كفايه ان هي هتبقى موجوده في التسجيل. انا نسيت كنت عايز اقول، مش مهم، نمسح بقى وندخل في اكزامبل تاني في الاكتيفيتي اون نوت بقى العاديه اللي هي ما فيهاش اللعبه بتاعه الايه الاكتيفيتيز كذا في المية من الاكتيفيتي ومش عارف ايه والكلام ده. انا نسيت اكتب فوق، مش مشكله. ايه ما فيش ايه ده فكروني نفس الـ 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 التجميعة دي كده لحد الاف كده لو هنعملها activity on arrow. يعني انا هرسم يعني هحاول ارسمها صغيرة فوق activity on node ونشوف لو هعملها activity on arrow هتبقى عاملة ازاي او بعد ما ارسمها ألمها. مثلا اي ارقام بقى 6 8 5 4 يبقى عندك start زي ما اتفقنا. انا بكتبه بالطول كده عشان ما اخدش مساحه يعني كفايه عليا الايه النودز يعني. ادي اي حاجه ايه زمنه 6 وعشان نعمل الايه الشغل بتاعه. ادي بي زمنه 8 برضو. وادي سي. اشمعنى رسمت دول كده في الاول؟ رسمت دول كده في الاول لان ما لهمش بريديسيسورز، فخلاص انا عارف ان دول هيبتدوا مع الستارت، ابتديت ان انا رسمتهم في الاول زمنه 5. نعمل برضو الستارت بالاخضر. ادي ده طالع كده، ده طالع كده، وده طالع ايه. عندك 3 اكتيفيتيز تانيين بقى، دي و اي و اف اهم. ادي دي ايوه انا كنت بتفرج على زمن دي 4. ادي انت عارف مدرب توخيل الجديد ماشي ما خسرش ولا ماتش من ساعه لما جه اول ماتش خسره ضد وست بروم زمنه 7. يعني ادي ايه اف ادي اف زمن 3. شوف بقى الاسهم وركز فيه. دي بعد كل من اي وبي. ادي ايه وادي بي. اي بعد بي وسي. ادي بي وادي سي. اف بعد اي وسي. ادي اي نزل من فوق خالص وادي سي.
شوف نفس دي، نفس الست اكتيفيتيز دول لو بنعملهم اكتيفيتي اون 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 ارو، العمليه كانت هتبقى بهدله. يتبقى لنا مين؟ جي وكلا من جي واف. ادي جي اهو، تسعة، وادي اتش أربعة، وادي الاند هيبقى هنا وادي ده هيبقى كده وده كده وده هيبقى كده وده هيبقى كده وده هيبقى كده. ها الأول في مشكلة في الرسمة؟ حد عنده سؤال في الرسمة؟ طبعا كل دول الايرلي بتاعهم بصفار لان دول اول اكتيفيتيز ما لهمش بريديسيسور. الايرلي ستارت، الايرلي فينش هيبقى 0 زائد 6 6، 0 زائد 8 8، 0 زائد 5 5. بص بقى ركز، دي جاي له من A ومن B، جاي له من A 6 ومن B 8، يبقى الايرلي ستارت بتاع دي 8 8 و 12 علشان هو 4 يبقى 8 زائد 4 ب 12. يعني بص احنا بعملها ازاي، هو 8 زائد 4 يبقى ب 12. طيب الاي جاي له 8 من هنا وجاي له 5 من هنا، يبقى 8 هو كمان، بس 8 زائد 7 ب 15. ده جاي له 6 من فوق من اي و4 و5 من سي، يبقى 6 6 زائد 3 9. ده جاي له من هنا 15 15 وهو وتسعة يبقى 24. ده جاي له من هنا 9 9 و4 يبقى 13، يبقى الكومبليشن تايم بتاع المشروع 24. هيبتدي في صفر هينتهي في 24. طب تعالى نعمل ال 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 الراجع بقى، الليت بقى، الليت ستارت. كل دول، كل اللي معمولين دول ايرلي ستارت وايرلي فينش. طب الليت ستارت والليت فينش، المشروع الليتست فينش بتاعه 24 15 24 يبقى 15، يبقى ده هيجي له هنا 15، ده هيجي له هنا 24. اتش ده ممكن يتاخر يخلص عند 24، ف 24 ناقص 24 وده هيجي له هو كمان 24، فهيبقى هنا ايه 20. نمسك بقى ايه ده، جاي له 20 من هنا. انا لسه ما حسبتش اللي تحت، سوري. ده 15 ده هيبقى 8 وده هيبقى 20 هنا، ف 20 ناقص 3 هيبقى 17. فنمسك بقى ايه، جاي له 20 من هنا وجاي له من هنا كده 17، هناخد الاصغر 17. تاني بي جاي له من هنا 20 وجاي له من هنا 8، طبعا هناخد الاصغر 8. ده جاي له من هنا 17 وجاي له من هنا 8 هيبقى 8. 8 ناقص 5 3، 8 ناقص 8 0، يبقى الكريتيكال باث بتاعي بي اي جي. ها حد عنده سؤال؟ انا عايز اجرب حاجه بس بعد اذنكم. بسم الله.
تعالى نفس القصة دي لحد الاف لو بنرسمها activity on R. كنت هتعمل كده وهتقول والله ادي الـ A 6 ادي الـ B 8 وادي الـ C 5. دي بعد الـ A والـ B هتقوم سعادتك مضطر آسفا تعمل دامي كده وتطلع الـ A الـ D كده بأربعة. طيب E بعد الـ B والـ C تاني هتعمل إيه دامي بالمنظر ده عشان تطلع الـ A الـ E بالمنظر ده كده. الـ F بعد الـ A والـ C ده انت غصب عنك هتقوم عامل ضمي كمان بالمنظر ده كده عشان تطلع الايه الاف كده. طبعا عكة من الضمي يعني عندك كمية ضميز ايه كتيرة وطبعا حاجة تلخبط ملهاش ايه ملهاش لازمة الحقيقة في اللخبطة اللي موجود اللي هتبقى موجودة عند حضرتك. نرجع نكبر اللي فوق ده. لكن لما جينا عملناها هنا بالطريقة دي كده متهيألي هنا كده أسهل وأوضح بكتير من الإيه من اللي كان معمول هنا المقابل ليه اللي كان معمول هنا. فلا احنا كده بالطريقه دي الاكتيفيتي اون نود الحقيقه ما بتضطرش تعمل اي دامي اكتيفيتيز فده بيبقى مريح جدا ليك في الشغل وسهل جدا ليك في الشغل. الحاله الوحيده بس ان الكراشنج بيبقى اسهل تعمله على اكتيفيتي اون ارم لان بتبقى شايف كويس الاكتيفيتيز الفرق اللي بعضيها والكلام اللي زي ده. حد عنده سؤال؟ عنده انتي بيس وشوفي السهل يعني الاثنين دول بقى كل حاجه خلاص. طيب ثواني احنا ناخد راحه بس 10 دقائق كده ونكمل ماشي. انا هوقف كده 10 دقائق نستريح فيهم 10 دقائق بس ونكمل.
طيب نكمل. اي اكتيفيتي له تايم، اي اكتيفيتي له تايم لازم يكونسيوم ريسورسز، لازم يكونسيوم ريسورسز. طيب مشكلتنا في ايه بقى؟ مشكلتنا ان احنا كبروجكت مانجر وانا بعد ما بعمل البروجكت بلان لازم اعمل ما يسمى بالريسورس اللوكيشن. لازم اقول والله انا من الاسبوع الفلاني للاسبوع الفلاني الريسورس ده محتاج منه كذا. الريسورس ده ممكن يبقى عمال، ممكن يبقى مكن، ممكن يبقى عربيات، ممكن يبقى معدات، ممكن يبقى اي حاجه، ممكن يبقى فلوس زي ما شفنا من شويه. تمام، بس الفلوس بيبقى لها معامله مختلفه عن الريسورسز اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، علشان قصه التايم فاليو اوف ماني. ان الفلوس دي بنفترض انا لو اخدت مثلا داون بيمنت كبير، طب ما انا هحطه في البنك وهيجنريت ريفين، يعني هعمل له وديعه يوميه كده وهيجنريت ايه ريفينيوز في الايه في ال هيجنريت ريفينيوز في الايه في البنك. فهذه الاختلاف الوحيد اللي بيبقى موجود في الفلوس كريسورس، لكن بقيه الريسورسز ما بيحصلش فيها الايه الكلام ده، ولا بتقدر ان هي تجنريت ريفينيو او حاجه زي كده. طيب عشان كده معامله الريسورسز العاديه دي تختلف تماما عن بقيه الريسورس، تختلف تماما عن الفلوس كريسورس. الفلوس لا، ليها معامله خاصه شويه عشان هي بتقدر تعمل ايه الريفينيو جنريشن اللي احنا بنتكلم عليه. طب تعال نشوف احنا ايه اللي احنا عايزين نقوله هنا. زي ما قلنا اي اكتيفيتي، اي اكتيفيتي موجود عندنا هيكونسيوم ريسورسز. ايه الريسورسز دي؟ اكويبمنت، بشر، فلوس. لازم طالما هو له تايم هيبقى له ايه ريسورسز. المشكله بقى بتكون ايه؟ انت ممكن يكون عندك upper limit من الريسورسز. يعني انا هاجي اقول لك والله انا عندي 40 عام، مش هقدر اديك اكتر من 40 عام، هعمل ايه؟ مش هقدر ادي لك اكتر من 40 عام، طب هعمل ايه؟ دي حاجه. فاصبح احد ادوار البروجكت مانجر المهمه ان هو يالوكيت الريسورسز بحيث ما يزيدش او يتخطى الابر ليميت اللي هو بيكون موجود. ده بقى كونسترين عليك كبروجكت مانجر ان انت ازاي لا تتخطى هذا الابر ليميت الايه الموجود. تعال نشوف ده اكزامبل هنشتغل عليه. ومثلا ريسورس معين قال لك والله بير داي، هنا دي بس انا نسيت اكتب، يمكن الواحد بس والله مش عارف فين بقى. ان المقصود هنا ده بير داي، بس عشان تبقى عارفين يعني انا كل سوري بير ويك، يعني بير ان هنا دي ويك، فانا ده هحتاجه يشتغل معايا في الاسبوع الواحد 12 اسبوع، 12 ساعه، ده 18، ده 20، ده كذا. الريسورسز عاده بنحب نحطها كده، يا يعني اما انا محتاج الريسورس ده كام ساعه والافيلبل منه كام ساعه في الاخر. فادي الايه احتياجاتي من الريسورس ايه. انا ممكن يبقى عندي ريسورس A و B و C و D، بعمل لده الوكيشن لوحده وده الوكيشن لوحده وده الوكيشن لوحده، يعني كل واحد هيبتدي يحصل له الالوكيشن ايه بتاعه منفرد. كويس. طيب نمرة اتنين ندخل. طب ده هنبتدي نرسم النتورك بتاعتنا. فادي ايه، هنشتغل اكتيفيتي النود لان بتبقى اسهل الحقيقه. ادي A و B، طبعا انا هنا بس عشان المساحه يعني فما كتبتش الستارت، المفروض في ستارت. ادي A و B، هيبقى بعديهم C و D، C بعد A و D بعد ودي بعد B.
بعد كده هيبقى عندك اي و الاثنين دول اللي هم اي واف هيبقى بعديهم سي بعد سي ودي، ادي اي واف طلعوا كده، وبعدين في الاخر جي تطلع من اي واف ويبقى نهايه المشروع. بالمره نراجع 0 0 طبعا الغامق ده هو هيبقى فيه الايرلي ستارت، هنا الرقم اللي مكتوب في النص ده هو الريسورسز، يعني تلاحظوا ارقام الريسورسز هي الارقام اللي مكتوبه ايه في النص، في ناس تكتب ارقام الريسورسز فوق في ناس بتكتبها هنا تحت سيان يعني مش فرق. فهنا ده هيبقى 0 5 5 ده 0 7 7 طبعا ده جاله من هنا كده 5 ف 5 و 9 14 ده جاله من هنا 7 7 و 3 10 14 هيروح له هنا و 2 16 ده راح له 10 و 8 18 ده جاي له من فوق 16 ومن تحت 18 فطبعا هيبقى 18 18 و 10 يبقى 28 28 الليت فينش ناقص 10 18 ده هيروح له 18 وده هيروح له 18 18 ناقص 8 10 18 ناقص 2 16 ده هيروح له 16 16 ناقص 9 7 ده هيروح له هنا 10 10 ناقص 3 7 ده هيروح له 7 ده هيروح له 7 7 ناقص 5 2 و7 ناقص 7 0. فادي الكريتيكال باث بتاعك هيبقى اوتوماتيك هو اي سي سوري انا اتلخبطت انا اسف الكريتيكال باث هيبقى بي دي اف جي وده اللي هيبقى الايه الكريتيكال باث. طيب عايزين بقى نبتدي نرسم الريسورسز دي. احسن حاجه واسهل حاجه تقدر ان انت ايه سعادتك تعملها ترسم الجانت تشارت بتاعك. طب هي الجانت تشارت دي اترسمت ازاي؟ تعال نشوف برضو ايه نراجع كده برضو ادينا بنراجع على رسمة الجانت تشارت. الجانت تشارت اترسمت على الايرليست فالاي ده هيبتدي في زيرو ويخلص في خمسة. ادي الاي ابتدى في زيرو لو عديت كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة فعلا هو خلص هنا في ايه في خمسة. طب البي هيبتدي في زيرو ويخلص في سبعة فعلا خلص بعديه بايه باتنين. السي ابتدى في 5 خلص في 14 ادي السي ابتدى في 5 وخلص في ايه في 14 لكن الدي ابتدى في 7 وخلص في 10 فعلا ابتدى في 7 وخلص في 10. بعد كده الاف 7 ل 18 10 ل 18 اسف ادي من 10 ل 18 الاف الجي بعدي اهو وادي الاي اهو. طبعا اللي بالاحمر ده هو ده كريتيكال باث الثلاثه الاكتيفيتيز دول هم الايه النون كريتيكال. فادي رسمنا كمان ايه جانت تشارت. طيب تعال نشوف ايه بقى اللي احنا عايزين نعمله. لو جينا فكرنا ورسمنا كده وشوفنا الريسورس الوكيشن بيعتمد على ان انا برسم ريسورس الوكيشن تشارت. كويس الريسورس الوكيشن تشارت از ا تايم تشارت. يعني ايه اتس ا تايم تشارت؟ لازم هتترسم اجينست تايم عشان كده احنا عاده بنرسمها فوق الجانت تشارت. يعني هاجي كده فوق الجانت تشارت انا قصد ان انا اعمله بلون خفيف مش باين عشان ما يضايقناش بعد كده في المنظر. يعني فوق الجانت تشارت كده هنرسم الايه التشارت بتاعتنا. اصبروا عليا بقى لما ارسم الخطوط ايه كلها الخطوط لزقت في بعضها معلش.
وهكذا. الجي ده اصله في الاخر هي ايه؟ هيبقى سهل يعني. قال لك اول حاجه ترسمها، ارسم الكريتيكال اكتيفيتيز. البي احنا عندنا الكريتيكال اكتيفيتيز هما مين؟ بي دي اف جي، هما دول الايه؟ الكريتيكال اكتيفيتيز. طيب تعال نشوف. البي هيشغل من زيرو لحد سبعة، يبقى هيشغل لحد هنا. يبقى البي هو بيشغل من زيرو لحد ايه؟ سبعة. طب الريسورسز اللي محتاجهم كام كل يوم؟ محتاج 18 كل يوم. المفروض بعمل تايم سكيل كده هنا، سوري بعمل ريسورس سكيل، برسمها تو سكيل يعني. فانا مثلا هفترض ان 18 دي هتطلع لحد كده، وهنسب كل حاجه لل 18. فادي هنا ده البي والريسورس عندي بتاعته 18. طب ياتي بعديه الدي. بص الدي ده بقى مشكله، 45 يعني ثلاث اضعاف الافندي ده تقريبا، يعني هنقول هيوصل لحد هنا. ده الدي 45 تمام. يأتي بعد الدي الاف، الاف ده 10، الاف وهيجي ايه؟ حاجة لحد هنا كده. ادي الاف وكان 10. بعديه الجي، سوري 30 مثلا حاجه كده لحد الاخر. ادي الجي وصل لحد 30. بعد ما خلصنا الكريتيكال باث ندخل على النون كريتيكال اكتيفيتيز. فالايه 12، 12 و20 يبقى 12 و18 يبقى 30. يبقى الـ A هيجي هنا كده، والـ A هيوصلني لحد 30. سوري الـ A هيبقى لحد 5 بس، الـ A هيبقى لحد هنا. نمسح بقى الباقي ده، نمسح. مش مشكلة. الـ A هيبقى لحد هنا، والايه هيوصلني لحد كام؟ 30. بعد كده السي، السي ب 20، فهيبقى هنا لحد هنا كده 38 سي ب 20، وهيطلع هنا لحد 65. ادي السي، وبقيت السي لحد هنا السي ب 20 هيبقى 30. بعديها الاي ب 20 هو كمان، يبقى الاي كده 2 هيبقى حاجه بالمنظر ده. ادي الاي ب 20. كده انت حضرتك رسمت resource leveling chart وبينت ان هناك قد يكون هناك مشكلة في دول، قد يكون فيهم ايه؟ مشكلة. ليه؟ لان ده طالع زيادة قوي كده، يعني ده هنا 38، ده هنا 30، ده هنا 30. يعني طبعا ال 30 دي جت اوطى من دي، مش مشكله. ده 30 برضو مش 20، وده ايه؟ 38. ده الوحيد اللي واصل ل 65. يعني انا عندي هنا كله تقريبا 30 ليفل عند 30، ما عدا ده طالع كده ايه؟ فوق قوي 65. فجي هنا قال لك ايه؟ قال لك طب ما تجرب الحل ده. ايه الحل ده؟ نزحزح شويه الريسورسز.
يعني ايه ازحزح شويه الريسورسز. الحقيقه الحل ده كان فيه نقطه مهمه، ان هو قال لك انا هبتدي السي لحد هنا، هو السي ده بياخد كام؟ 9، والاف ده بياخد كام؟ 8، وهيخلص السي هنا. يعني انا في غلطه صغيره هصلحها وببعت لكم البتاع. يعني هيجي في مرحله ما انا موقف السي وهسيب هنا ده، ما ده بلعب في السلاك بتاع السي، وهسيب السي هنا ده فاضي واشتغل الاي من اول هنا، بحيث ان الدي يبقى لوحده معهوش حاجه. المشكله بتاعتي كلها في الدي ده حل. والحل التاني اللي احنا عاملينه، ما الاف ده ب 10 والسي ب 20، فانا هجيب الاثنين مع بعض. يعني انا بقول ايه الحلين، يعني الحل التاني اللي انا رسمه هو يعني انا كان دماغي بس سبق حل في دماغي قبل التاني. الحل التاني هاخر السي يبتدي بعد الدي ما يخلص، انا متعمدا. ليه؟ لما هاخر السي يبقى ده هيبقى الدي راننج لوحده، فهتبقى الريسورسز بتاعته 45 بس، والسي راننج بارل مع الاف، فهيبقى كام؟ 30 سوري هيبقى 30. هيتبقى لي اسبوع هنا في مشكله، لان ده الجي 30 والسي ب 20، فهنا ده هيبقى فيه 50. 50 و 45 الاثنين قرب بعض، ما فيهمش ايه مشكله كبيره. تعالوا نرسم الريسورس ليفلنج بتاعه ده. حد عنده سؤال الاول؟ مش عارف، انا مش مطمن، مش عارف. لا ما بتعملهاش. ماشي، جرب. مش مهم. الاي والبي هيفضلوا زي ما هم. هنرسم من اول الكريتيكال باث. فالمرسومين في الكريتيكال باث دول زي ما هم. ادي بي. ادي بي ب 18. وبعدين ادي الدي ب 45، معلش يا شباب ثانية واحدة. وبعدين الاف فين الاف؟ الاف ب 10. فين الاف؟ وبعدين الجي ب 30. نيجي بقى بعد ما حركنا، فالاي ده هيجي لحد هنا، والاي ب 12، فده هيطلع لحد 30. السي بقى هيبتدي من هنا، من بعد الدي ما خلص هو كمان، وهيكمل واحده مع الجي، فهو هيكمل هنا 30 معاه كده. ادي السي، بعدين السي ب 20 هيطلع لحد 50 هنا كده. ده برضه هيبقى السي،
بس طلع هنا لحد ايه؟ لحد 50. وبعدين الاي نفسه ب20 هو كمان، فهيبقى برضو جنبه ايه؟ 50 كده، ادي الاي و50. حد هيقول لي الله، طب ما احنا كده المشكلة ما زالت موجودة عند الخمسينات. وهيبقى هنا في سؤال، هل انا كان عندي الماكسيمم اورز اللي ممكن اديها في الاسبوع من الايكويبمنت ده 60 اور مثلا؟ يبقى كان اللي قبل كده 65، ما كانش نافع، ده نافع. لو انا عندي في ماكسيمم هنا عند ماكسيمم ثريشولد كده عند 60، ده خلاص ده مفيش حاجه معدياه. لكن في اللي فات ده لو نفس الماكسيمم ثريشولد ده كده عند 60، لا في حته معدياه فما ينفعش. وده وارد على فكره، وارد بيكون موجود اكويبمنت مثلا بشغله 6 ايام في الاسبوع 10 ساعات في اليوم، هو ماكسيمم هيشتغل معايا 60، فهنا بيشتغل شويه على بي وبعدين يروح يخلص على ايه، يشتغل على بي ويروح يخلص على ايه، بعد كده يشتغل على بي وبعدين على سي، يجي هنا ما هو مش قادر، مش هيلحق يخلص، مش هقدر اشغله اكتر من كده، او انا مش عايز اشغله اكتر ايه من كده. طيب هنا في نقطه مهمه لازم نعرف، الحركه بتاعت الريسورسز بالطريقه اللي احنا عملناها دي الحقيقه هي ليها طريقتين، طريقه زي ما احنا عملناها اللي احنا بنسميها باي ترايل اند ايرور، يعني اللي احنا عملناه ده ترايل، في ترايل ثانيه، يعني انا قلت تو ترايلز، قلت الترايل اللي احنا نفذناها هنا وقلت الترايل اللي قبليها، والله لو انا كنت اشتغلت هنا شويه من السي وكملت شويه من السي هنا يمكن كانت الدنيا تبقى الطف شويه واجيب الاي بعديها. كويس، فده كان يمكن يبقى ايه حل ايه مختلف شويه او حل الطف شويه، ان انا لو كنت جبت السي لحد هنا كانت السي بالظبط هتجي لي لحد هنا والاي الاي هتيجي بعديها. ده حل، وحل اللي احنا رسمناه، قد يكون هناك حلول اخرى، الحلول ساعات بتوصل الى عدد لا نهائي. كويس، فدي طريقه بنسميها الترايل اند ايرور، ان انت تعمل ريسورس ري الوكيشن باي ترايل اند ايرور. الطريقه الثانيه او الحل الثاني اللي احنا بنتكلم فيه الحقيقه بنقدر نجد لها سم نوع من الماثيماتيكال فورمولاز، وهو يعمل لنا الليفلنج ده. دي فيها ماثيماتكس كتيره، بتحتاج بروجرامينج، بتحتاج شغل كتير الحقيقه، فعاده ما بنقولوش في الكورس بتاعنا ده ما بنقولوش. طيب الحقيقه انا مش مقتنع قوي بطريقه الترايل اند ايرور، بالنسبه لكم فيها يعني شيء من السخافه يعني، فانا ما بطلبش ان انت عاده ما بطلبش ان انت تعمل ري الوكيشن، بقول لك ارسم بس الريسورس الوكيشن وعلق عليه، يعني مش معقول هرسمك مره واثنين عشان تقدر ان انت تعمل ايه الوكيشن جايد. حد عنده سؤال؟ شباب حد عنده سؤال؟ تعالوا بقى فيكم نفس نكمل نحل شوية حاجات ولا ما؟ ممكن بس تعالوا نفرض اكزامبل كده ونبتدي ايه نحله برضو ونشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. نعمل تيم
كانت مشكلة. أنت لازم تلعب على وورد كلاس. هتقولي إيه يعني وورد كلاس؟ أنت بتلعب على بروفيشنال يعني. يبقى عندي هو جدع واحد. الو هو خسران 3-1 اكمل الماتش ولا لا؟ طيب احنا دلوقتي ايه دي مساله كراشنج. اول حاجه بنعملها في مساله كراشنج بنحسب الكولم اللي انا كاتبه الاخير ده اللي هو بيبقى الكراش كوست بير ويك. ويك طبعا لو انا مديك الزمن بالويكس ده هيساوي ايه؟ هيساوي التايم النورمال ناقص التايم الكراش. سوري انا ايه اللي انا بعمله؟ انا اسف. هيساوي الكوست النورمال ناقص الكوست الكراش على تاني برضو الواحد ايه اخر اليوم بقى ابتدى يفقد تركيزه. كوست الكراش ناقص كوست النورمال على التايم النورمال ناقص التايم الكراش.
تاني بيساوي ايه اللي هو الكراش كوست بير ويك ده، الكوست الكراش اللي هو ده ناقص الكوست النورمال اللي هو ده، يعني الكبير ناقص الصغير على التايم النورمال اللي هو ده اللي هو برضو التايم الكبير على التايم الكراش اللي هو التايم الايه الصغير. فلو جينا بصينا لحاجة زي كده ونبتدينا ان احنا نفكر نحسبها، هنلاقي 2000 ناقص 1000 ب1000 على 5 ناقص 3 ب2، يعني هنا بنتكلم على 500. هنا 4000 2000 برضو ايه بالصدفة 500. هنا ده 3000 وعلى 1 بقت 3000. دي زيرو دي. 6000 على 2 3000. انا مش قاصد على فكرة ان انا اطلع حاجات ايكوال بعض. طبعا هنا ده ملوش كراش. اي ده ملوش كراش. كان 8 النورمال تايم و8 الكراش تايم. فملوش كراش. فبيتحط داش كده مكانه. وده هيفضل زي ما هو. 3 ناقص 1 2000. 2000 يبقى 500. 1000 ونص. ايه ده؟ 1000 ونص معنا. اخر واحد 1000 ونص. بالظبط. فاضل بقى ان احنا ايه نبتدي نرسم الايه النتورك بتاعتنا ونشوف ايه اللي هنطلع بيه منها في الاخر. ادي انا هحاول ارسمها في النص المساحه اللي فوق دي. ايه 5 ب 7 C من E 9 و D من B 11 E من C 8 و F من D 4. G كلا من F و هنعيد بقى المساحة وهنعيد رسمية ال F. خلي ال F يطلع لفوق كده. F 4 وآدي النود دي. دي اللي هيطلع منها ال G بـ8. ودي هيطلع منها ال H بـ6. غير اللون اللي معايا. 0 5 7 18 14 جاي من هنا 22 او جاي من هنا 22 تاني بقى جاي من هنا 22 جاي من هنا 14 و8 22 30 36 يبقى completion time بتاع البروجكت ده 36. البروجكت ده حالة احنا ما شفناهاش قبل كده على فكرة. هنا ده طبعا هيبقى 36. هنا ده هيبقى 30. سوري بس عشان مزنوق الكلام مزنوق فوق فمش هكتبه تحت، يعني هو المفروض نكتبه فوق. ده هنا الليتست 36 30 هيبقى 22 ده هيبقى 14 ده هيبقى 18 11 11 سوري 18 ناقص 11 7 0 وده هيبقى 14 ناقص 9 5 0. الحاله دي ما ظهرت لناش قبل كده الحقيقه. كويس ان هي ظهرت لنا. كل الاكتيفيتيز ار كريتيكال اكتيفيتيز. انا ما كانش قصدي ان انا اعملها والله، بس دي اديها ظهر. ساعات بيطلع كده. كل الاكتيفيتيز ار ايه كريتيكال اكتيفيتيز. مفيش واحد منهم مش كريتيكال. هو هو كان الاسايمنت دكتور كان فيه حاله كده يعني لا مش كلها، كان فيه 2 اكتيفيتيز بس في النص هم اللي مش كريتيكال، بس الباقي كله كان كريتيكال. بيحصل
ممكن وارد جدا ان هو يحصل لك ايه حاجه زي كده. تعال نشوف كويس نطلع لنا كده عشان في الكراشنج دي الحقيقه بتبقى فيها سخافه شويه. تعال نشوف الاول لازم نفكر انا عايز اكراش مثلا. طبعا انا لو عايز اكراش لحد 4 ايام ما عنديش اي مشكله. ليه؟ لو انت جيت بصيت هنا في الـ في الـ في الـ في الكوست دي مين اقل كوست؟ 500 اتكررت هنا وهنا وهنا. جي ده فيه ميزه ان هو ملوش اكتيفيتي بارل، يعني انت الاي والبي لو عملت كراش في الاي بس طب ما الكريتيكال باث ده هيفضل زي ما هو فمش هينفع، لكن انت لو عملت كراش للجي اوتوماتيك هيقوم مخفض الاي التايم بتاع المشروع ما فيهوش مشكله. فانت لو انا طالب منك ان انت تخفض لحد 4 ايام ما عندكش اي مشكله، هتخفض الجي ده بدل ما هو يعني معلش انا هعملها بطريقه مش مظبوطه قوي المفروض، بدل ما هو 8 هيبقى 4، فبدل ما ده يبقى 36 هيخس 4 هيبقى 32. خلاص ما فيش مشكله، قايل لك 3 ايام خلاص هتخلي الجي 8 ده، وده التكلفه بتاعت التكلفه بتاعت ده 4 في 500 2000 جنيه. التكلفه بتاعت ده ايه؟ الكراش ده 2000. خلاص هفترض ان انا عملت الكراش ده خلاص. تعال نشوف بقى لو انا عايز اعمل كراشنج تاني. خلاص ده كده ملوش كراشنج تاني. على فكره اللي ملوش كراشنج تاني يستحسن تشطب على الكوست بير ايه بقلم خفيف كده عشان ما تتلخبطش. لو انت عايز تعمل كراشنج 3 ايام كمان. خلاص عندي لازم هنا هروح عندي احتمال من اتنين، يا كراش من فين السبوت لايت، يا كراش اكتيفيتي من الاي سي اي دول ومعاه بلس بي دي اف واحد من دول، يعني واحد من دول مع واحد من دول، يا اما فكر في الاتش لوحده. طب الاتش لوحده ب 1500، بينما خدت انا لو خدت اي عملت له كراش مع بي هيبقى 500 و500 هيبقى 1000. معلش ثانية بس، في بس جالي تليفون لازم هرد عليه سوا. معلش يا شباب بس ايه كان التليفون جاي لي من بره فكان لازم ارد. طيب
فاحنا كنا وصلنا لايه؟ ان انت لو عملت كراش لده الاي لازم تعمل واحد من دول كمان. طب دلوقتي انا لو عملت ده لا ممكن لوحده الاتش، لو عملت له كراش ممكن هو لوحده ايه اعمل له كراش. فالاتش ده اصبح ان انا لو عملت له كراش هيكلفني 1500، بينما علم الاي 500. طب مين ارخص واحد في اللي تحت بي دي اف دول؟ البي برضو 500. فالاتنين دول مجموعهم الكراش الوان داي بألف، واقدر انزل فيهم يومين. فانت دايما بتمسك الباث اللي فوق، الباث اللي فوق شوف ارخص واحد فيه كام، والباث اللي تحت ارخص واحد فيه كام. صدفة هنا ان هم A و B، ممكن يبقوا A و F، ممكن يبقوا A و D، ممكن يبقوا C و B، اي حاجة مش فرق. بس لازم طالما هم two parallel paths بالمنظر ده لازم تدور على activity من الباث اللي فوق واكتيفيتي من الباث اللي ايه اللي تحت. مين عنده سؤال؟ طيب الحقيقه يعني انا مش هقدر اقول، لان انا ابتديت اتعب، فمش هقدر اقول كلام اكتر من ده يمكن النهارده. وزي ما اتفقنا ان احنا هنتقابل يوم الاثنين الساعه قلنا كام؟ الساعه 6 دكتور. لا ما في 6 قلنا، احنا بنأخرها ل 7 عشان في ناس عندها بتيجي من الشغل. 7 دكتور. 7 ان شاء الله زي المره اللي فاتت. فهنخليها الساعة 7. بصوا يا اخوان، الامتحان انا هعمل لكم هيبقى زي مجموعة مسائل، كويس؟ 4-5 مسائل بيغطوا كل اللي احنا خدناه. هبعتها لكم زي ما اتفقنا يوم السبت الجاي. الجزء اللي فيه جزء الاولاني اللي هو كان نظري كله ده لحد ما الورك بريك داون ستراكشر، خلاص ده انتوا قدمتوا فيه بروجكت، ده ملناش دعوة بيه. يعني لحد اللينير ريسبونسبيلتي تشارت ملناش دعوه بيه. احنا بنتكلم على السي بي ام، بنتكلم على البيرت، الجانت تشارت، الكراشنج، الريسورس، والاكتيفيتي اون نوت. الاكتيفيتي اون نوت بقى والاكتيفيتي اون ارو انا هطلب، يعني مثلا لو جبت مثلا سي فخمس مسائل، هطلب مساله هقول لك حلها لي باكتيفيتي اون ارو، ومساله حلها لي باكتيفيتي اون نوت، والباقي هسيبك انت اختار اللي اسهل لك اشتغل بيه. بس يبقى انا سالتك واحده كده واحده كده اطمنت، والباقي انت ايه طالما ما طلبتش حاجه انت بتشتغل باللي انت ايه عايزه. الامتحان زي ما بقول لكم يوم السبت الجاي هنتقابل في ميعادنا عادي الساعه 5. اللي عنده اسئله هيبتدي يسالني بحيث زي مراجعه كده. هتقولي مثلا طب ممكن نحل مساله على كذا، حاضر نحل كذا، حاضر مش عارف ايه، خلاص اطمنا هقوم قافل معاكم وابعت لكم على الجروب الواتساب الايه الامتحان. كل واحد هيطبع الامتحان لو سمحتوا يحل بايده ويسكانه يعمله لي بي دي اف ويرجع يبعته لي. انا في دماغي هديكم، انا هبعته مثلا السبت سي الساعه 8 بالليل، سبت حد اثنين هقول لك ابعت لي الاجابات لحد عندك اليوم الثلاث الساعه 8 بالليل تبعت لي الاجابات. فده الايه اللي هيبقى مطلوب. هبعت لكم assignment بس انا مش عايزه عشان تمشوا ايديكم، يعني assignment على البيرت والكراشنج بس، يعني انا مش مطلوب تسليم بس عشان تشوفوا شكل المسائل ممكن يجي شكله عامل ازاي، يعني هي دي روح الايه المسائل اللي ممكن تكون موجوده. حد عنده سؤال؟ شكرا دكتور. طيب يبقى احنا ان شاء الله ميعادنا يوم السبت يوم الاثنين الساعه 7. اللي هنقوله يوم الاثنين الساعه 7 على فكره مش جاي في الامتحان، ده السكرام بروجكت مانجمنت، احاول الخصها لكم في محاضره واحده كده، وده مش هيبقى داخل في الامتحان بس معلومات ايه تعرفوها. انا ما اعرفش، انا متهيألي هي اترفعت على الجروب اللي بيسال على تسجيل المحاضره اللي فاتت، هي اترفعت على انا رفعتها متهيألي، بس يمكن ما بعتش ال ما بعتش لكمش اللينك عشان كده ايه انتوا ما عرفتوش تشوفوها. انا داخل ابص اهو دلوقتي. لا
اه بتاعت البرت موجودة، موجودة على ال موجودة هي على ال اه موجودة. قليلة قوي في البريمير ليج، انا ما بتفرجش عليها. لا مش يعني مش للدرجة دي، ماتشات قليلة قوي. ده الماتشات اه خدنا بيرتو والكراشن، ايوه موجود. اللي هو الماتش آه ابعت لكم اللينك على الجروب حالا. طبعا تسجيل المحاضرة دي هنرفعه برضو ايه على الجروب ان شاء الله. فين 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 انتوا هنا؟ بص ليه انا بحب اتفرج عليهم ليه؟ عشان بيفتحوا الملعب، فبيخلوا الماتش عارف مش مزنوق، فبيبقى ممتع كده تتفرج عليه. اوكي حاجة تاني؟ خسرانين 3-2، يا ريتني طيب. نشوفكم اليوم الاثنين ان شاء الله. سلام عليكم.